مزموري وإنجيلي باكر. المزمور: اسجدوا له يا جميع ملائكته، سمعت صهيون ففرحت، وتهللت بنات اليهودية من أجل أحكامك يا رب هللويا. إنجيل معلمنا متى البشير: انظروا إذن لا تحتقروا أحد هؤلاء الصغار، لأني أقول لكم إن ملائكتهم في السماوات كل حين ينظرون وجه أبي الذي في السماوات، لأن ابن الإنسان قد جاء ليطلب ويخلص ما قد ضل. ماذا تظنون؟ إن كان لأحد 100 خروف وضل واحد منها، أفلا يترك 99 على الجبل ويذهب يطلب الضال؟ وإذا حصل ووجده، فالحق أقول لكم إنه يفرح به أكثر من 99 التي لم تضل. هكذا ليست مشيئة أبي الذي في السماوات أن يهلك أحد هؤلاء الصغار. وإذا أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما، إن سمع منك فقد ربحت أخاك، وإن لم يسمع منك فخذ معك أيضا واحدا أو اثنين، لكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين أو 3، وإن لم يسمع منهم فقل للكنيسة، وإن لم يسمع من الكنيسة فليكن عندك كوثني وعشار. الحق أقول لكم كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماوات، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماوات. وأقول لكم أيضا إن اتفق 2 منكم على الأرض لأي شيء يطلبانه فإنه يكون لهما من عند أبي الذي في السماوات، لأنه حيثما اجتمع 2 أو 3 باسمي فهناك أكون في وسطهم، والمجد لله دائماً.